السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. لو انت راجل بتعمل مواتير وبتشتغل بنفسك، الجهاز ده مهم جدا. لو انت عاوز تشتغل شغل نظيف وشغل حرفيا المصانع، فانت لازم يكون عندك اللي هو الجهاز التورك ميتر. في منه بدراع عزم، اللي هو زي دراع زي ده كده، سيستم عادي مفهوش اي حاجه، بتحط هنا اللومه وبتربط. في واحد تاني بقى بيبقى طويل وفي بكره من ورا، بتبدا تظبطه انت على حسب العزم اللي انت عاوز تربط بيه. طبعا الجهاز ده بيغنيك عن كل ده. ليه بقى؟ ان هو انت عندك الجهاز اهو، تمام، وعندك طبعا انت ايه ساعتها بقى بتجيب مثلا واحد ربع، او مثلا بيبقى من 20 ل 200 نيوتن. فانت عندك الجهاز ده، بس عشان الفوكس ضايع، عندك الجهاز ده من اول 3.4 تقريبا، 3.4 لحد 340 نيوتن. فانت متخيل؟ فطبعا ده بيغنيك بقى عن ايه، يكون عندك كذا دراع. هو دراع واحد وجاي معاه اللي هي التحويلات من ربع لنص، اللي هي بتركب هنا، انت فاهم؟ بس فالجهاز ده بيغنيك بقى، ممكن مثلا عندك 3 4 دراعات عزم، فده الجهاز ده بيغنيك عن كل ده. دي اغلى حاجه يا جدعان جبتها من بره. الجهاز ده تقريبا بعد الشحن والجمارك وكله كله كله عامل حوالي 2000 جنيه. هنجربه، هركب البطارية دلوقتي وهنجربه ونشوف الجهاز. الجهاز هو بعد ما ركبت البطارية، جهاز من ويستري تيك، معلش برضو لو نطقتها غلط، او الشركة دي معروفة يعني. بس ده الجهاز، هو جهاز بسيط خالص يعني، مفهوش اي لعبك. هو ده النيوتن ميتر، بيجيب لك البطارية، وده الممري، وده هنا تظبط كام نيوتن بس، وبتبدأ تشتغل. هتظبط مثلا، انا عايز اظبط على كام؟ اقل حاجة، تعال نشوف كده، اقل حاجة 340، واقل حاجة 3.4، دي اقل حاجة 3.4، واعلى حاجة، استنى كده، واعلى حاجة 340 نيوتن. فحلو، حلو جدا يعني. بس وده الايد البسيط، بسيط يعني، الفكرة بتاعته بسيطة خالص. هو الجهاز وبتحط السيستم هنا وبتبدأ تشتغل. بس ده فكرة الجهاز. الجهاز ده مهم لو انت راجل بتعمر مواتير. مينفعش يا جدعان تعمر الموتور او اي حاجه تربطه باي تورك او بعزم ايدك. ده بيخلي الاسم ده مكان الربط بيفوت والدنيا ما تبقاش مظبوطه. فانت لو عاوز تشتغل شغل مصانع، شغل عالي فعلا، شغل مظبوط بالملي، شغل كتالوجات، انا عندي، انا عاوز دكتور تخاطب يا جدعان، ما علينا. شغل مصانع مظبوط، هتلاقي الجهاز ده هينفعك جدا. لازم تجيبه، لازم يبقى عندك يعني. بس هنوريكم دلوقتي في فيديو التجربه العمليه، وانا بجربه مع مش مهندس علي، هو مهندس ميكانيكي يعني، راجل محترم جدا يعني، بعزه يعني، ويعني حاجات كتير قوي مثلا بتقف قدامي هو بلجأ له فيها يعني. فهو كان عنده أدراية عزم، فقلت له يعني استاذنته يعني نروح نجربه. هوريكم الفيديو وتابعوا معانا. ده الجهاز اللي هو بيقيس النيوتن، قلتلكم عليه قبل كده. هو يا جدعان الجهاز مش مضاد للصدمات، عشان لسه واقع اهو فما يقعش منك. فاحنا ظابطين. ده دراع عزم. هو دراع عزم ناقص نوع ايه؟ يونيتيك الماني، هو نوع الماني. ماشي، ده عزم الماني. جيت للبشمهندس علي عشان نعمل التجربه دي، فاحنا هنجرب. بس مظبوط هنا الساعة النت، استنى بس الفوكس مظبوط، بس احنا مظبوط اهو، بس مظبوط نيوتن متر، احنا ظبطنا الجهاز كده على 100 نيوتن، وهنا مظبوط على 100 نيوتن برضو. بس هو الكاميرا، استنى الفوكس، فوكس خربان، مظبوط على 100، مظبوط على 100. فاحنا هنبدأ نجرب. احنا كنا فاكين الاسم ده الصمولة دي، استنى عشان الفوكس ضايع. بس المفروض بدأ نبدأ ايه ده، استنى احنا مدنسناش الام، بس المفروض نعمل ويد انذار لما فاحنا المفروض نبدأ بقى ايه نشتغل. هو كده كل ما تقرب كل ما يبدأ يدي انذار اعلى لحد ما تيجي. بس هي الطاقة، احنا لو جينا بصينا هتلاقيه هو مية و مية
101 101.8 بالظبط. عند الربع على 40 احنا اول حاجه عملناها على 100، وده اقل حاجه في اليد اللي معانا اللي هو درع العزم 40 نيوتن، فاحنا نجربها على 40 نيوتن. هي برضو مظبوطه فتمام، الدنيا تمام يعني. فالجهاز ده عدى، الجهاز ده شغال كويس يعني. بس وده كل حاجه الفيديو النهارده، اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومه. في ده، السلام عليكم.